بحر العنقود. احنا فين؟ في المطريه. مش شرط تروحي يوم الخميس، هو فاتح ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد. احنا رايحين دلوقتي عند مايكل اللي بيبيع الفوط. الفوط النهارده عنده استيراد. تابعي معايا العنوان من اوله كده. احنا كده واقفين على اول الشارع اللي على ناصيته السجل المدني، على اخر الشارع ده كده السجل المدني وميدان المطريه. خش الشارع دوت لغايه ما توصلي عند مطحن المطريه. مطحن المطريه زي ما انتم شايفينه اهو، خليه شمالك وتكسري كده هتلاقي مايكل على ايدك اليمين بالظبط 100 متر. كل دوت بالتوك توك، يعني مش هتتعبي في حاجه خالص. انا بقول لكم العنوان اهو عشان خاطر ما حدش يتوه، حد جاي مترو طريق المترو ينزل حلمية الزيتون وياخد توك توك يقول له نزلني عند مطحن المطريه او بوابه المطحن. تمام، العنوان سهل جدا. احنا كده داخلين على مايكل. بصوا يا بنات كده وصلنا عند مايكل اهو. الاثبات بره هي اللي فيها فوط وفيها دفايات. وادي اليافطه اهي زي ما انتم شايفين عليها ارقام التليفونات بتاعته، لو حد حابب يتواصل معايا برضه هسيبها لكم على الشاشه. ونبتدي بقى نشوف التشكيل اللي عنده النهارده. الفوطه دي يا جماعه ب 6.5 جنيه بدل 7 جنيه، بدل 7.5 بقى صح؟ يعني هو نزل جنيه فيها. الفوط دي بتاعت المطبخ كذا شكل زي ما انتم شايفه اهو، دي كده ب 6.5 كذا شكل كده في السبت اللي بره في الشارع. دي حلوه تحط على رجلين وانتوا بتاكلوا، ودي جميله برده قوي. دي ب 6.5 وبالعليه بتاعتها. ودي يا مايكل بكام؟ 8.5. دي ب 8.5 حاجه ثانيه. دي تصديره اهي وب 8.5 بس شكله خامه مختلفه يعني اتقل شويه اهي. شكلها جميل برده. دي دول بقى من السبت ده. وعندك دفايات اهو. الدفايات بكام؟ ب 110 الدفايه. تفرس سرير كبير اهو ب 110. تمام. عنده الوان كتيره قوي، عنده الموف الاحمر البطيخي الهافان، عنده الوان بس ما شاء الله يعني اربع الوان اهو، الهافان والاحمر والبطيخي والموف. دي جميله قوي ب 110 اهي. دي كده ب 110. تمام. في فوط تانية اهي بتاعت مطبخ برده بس ب 11 جنيه، حاجة أتقل. حاجة أتقل وأنضف بكتير بس إنها ما شاء الله وتقيلة. في حاجات تانية اهي، في حاجات اهي وشها قطيفة ووشها فوطة. وألوانها اهي فيها ألوان كتيرة جدا اهي. ده كده بكام؟ ب 11 جنيه. اللون ده جميل أوي. تمام. كانت بستة؟ بقت بخمسة جنيه. دي كانت بستة بقت بخمسة جنيه. تمام. بصوا دي الفوطه اللي هي بتاعت الشعر اللي بتعمل حمام. تلبسيها كابوني، بتتلبس كده وبتتلف كده هنا كده كذا مره، وفي هنا استك وبيبقى فيه هنا زرار. الزرار محطوط اهو، يبقى دي جايه كده الشعر ملفوف عليها والزرار بيتركب ايه في الاستك ده، وهو الشعر مبلول وطالع من الحمام. عايزين نقول الفوط دي برضو بالنسبه للناس اللي اول مره تشوف الفيديو بتاعنا النهارده، الفوط دي عامله كام؟ 175. 175 الاربعه في علبه. تمام. نشوف بقى الشغل الجديد اللي جه النهارده، لان بجد الشغل عند مايكل النهارده انتوا اللي هتحكموا بيه. يعني بجد انا جيت بصيت الاول قبل ما اصور، بصوا التطريز وبصوا الشغل ما شاء الله اللهم بارك، حاجه حلوه قوي. جيب كام يا مايكل قلت لي؟ دي مقاس 50 في متر و10، 30 جنيه بس. ب 30 جنيه فرز اول. في كذا شكل. في بصوا جي في منها فيها كده التطريز. تمام. ده كده عندك الفستق يا عم. عندك منها الوانها ولا هو اللون ده بس؟ الوانها دي كل ده الرسمه اللي احنا فتحناها دلوقتي دي الوانها. تمام. كل دي كده الوانها ب 30 جنيه قلت لي كام؟ 50 في متر و10. 50 في متر و10. انا عايزه اوري متابعيني بقى الاستيراد اللي انت وريتهوني يا جماعه. فوط تصدير بصوا بقى، يعني بجد جميله قوي. هقول لكم مقاساتها دلوقتي. 90 في 150 متهيألي الفوطه دي. ال 50 في 90 يعني هو فوطه 90 في 150 ده البشكير، و50 في 90 اللي هي الفوطه الاصغر شويه، و30 في 50 اللي هي الفوطه الاصغر خالص دي اللي حجمها دي. وادي فوطه اهي وادي البشكير اهو. دي الوانها بقى، عندك النبيتي، عندك البامبا، عندك اللون الزيتي الجنزاري او زي ما انتم شايفينه لون كحلي لون كشمير. ده كده اللي موجود عنده تصدير. هنشوف بقى بقيه التصدير اللي جاله بسم الله ما شاء الله. يعني دي حاجات جديده اهي،
شايفين الشغل دي ألوانه كلها متاحة يعني تجيبي، بس الخامة اللهم بارك جميلة جدا، الخامة جميلة جميلة، اللون الكحلي، اللون الفراني، اللون الزيتي، الكحلي قلنا عليه، اللون الموف، اللون ده جميل جدا، واللون هون بيتي الموف برضو. وأحلى حاجة بقى أن الرسومات متاحة، يعني ممكن تعملي ستة من ده، لأن هو جايب من كل شكل أو تطريز العدد بتاعه تقدر تعملي منه علبة. بصوا التطريزة دي جميلة قوي، طب ما نفتح واحدة كده نوريهم التطريز، عشان التطريز بتاعك ده جميل قوي، واللون الموف ده روعة، اللون الموف ده روعة روعة. كل حاجة بتكتبها. دي بقى مقاس كام؟ 50 في 90. 50 في 90، بس خامة جميلة، 50 في 90. تمام، قطن 100% سبلة ستة معاه قطن البكتيريا والروايح تصدير فرز أول. كام بقى؟ دي ب30 جنيه بس. 30 جنيه. تمام، دي جميلة قوي برضو. بصوا الشغل ده، الظهر بتاعها ده، الوش، بصوا الشغل دي جميلة جدا. أنا أحلى حاجة النهاردة إنك أنت هتقدر تطقمي فوط مع البشكير، كل حاجة بالتيكت بتاعها هو، يعني ما شاء الله ما شاء الله، كل الأشكال اهي، وزي ما قلت لكم كل تطريز مع العدد بتاعه تقدري تعمليه في علبة، والعلب زي ما هي عنده اهي برضو، اللي حابب يتفرج عليها هي ب210، لسه بالسعر القديم، لسه بالسعر القديم، فيها 4 فوط في العلبة بالظبط. تمام، هنيجي بقية الفوط دي مقاسات أصغر بقى يا مانجل صح؟ 40 في 70. ثواني بقى، التطريزة دي لفت نظري، شكلها تحفة تحفة تحفة، دي فريدها كده، طب هما يشوفوها، صغنونة، دي أطفال، حلوة قوي. انت قلت لي 40 في كم؟ 40 في 70. 40 في 70 تعمل كام؟ دي ب20 جنيه بس فرز أول. ب20 جنيه وفرز أول. التيكت بتاعها اهو، ونفس الايه المكان اللي هو جايب منه، ونفس الاسم وكل حاجة. تمام، في كافيه منها نفس اللي انا بقول لكم عليها اهي الرسمه، في كافي منها، في البامبا، في اللون العنابي، في ايه تاني، انا بتكلم على الرسمه اللي انا بقول لكم عليها، في ده، لا انا بتكلم على الرسمه اللي فيها زجزاج دي اللي انا مسكتها، يعني 1 2 3 4 5 5 6 الوان، يعني دي لو عملت منها علبه اهو 6 الوان، ممتازه ممتازه. البامبا بتاعها خرافة، بصوا دي كمان، دي متهيألي تطريزة تانية خالص، لونها اوف وايت او لونها ابيض، دي تطريزة تانية خالص مختلفة. هو جاب شغل جديد اهو يا جماعة، بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل الشغل، في تصدير اهو برضو تاني، ده جايب باكج كده مع بعضه، اللي حابب ياخد الباكج موجود، اللي حابب ياخد فرابينيات برضو موجود. حلو، الباكج 6 الوان مع بعض، كل شغل تصدير موديلات تركي، في سكري وكحلي ولون موف ولون بامبا ونبيتي وكافي، الستة مع بعض. تمام، الباكج ده عندك بكام؟ الواحدة ب20. الواحدة ب20، يعني دي المقاسات الصغيرة اللي هنا. أيوة. تمام، يعني الواحدة ب20، يعني الستة عاملين كام؟ 120 جنيه. الباكج ب120 جنيه، وانت حرة تاخدي قطعي زي ما انت عاوز. عايزين نشوف ايه تاني بقى، خلينا في البشاكير ولا نكمل فوق؟ بصوا كده لمحة، كده لمحة بسيطة كده على البشاكير وجمالها، يعني في أحلى من كده؟ بس خلينا في بقية الفوط ونيجي بقى لمحة للبشاكير. دي فوط مقاس كام؟ أكبر شوية تقريبا صح؟ ولا نفس المقاس اللي شفناه بره؟ هي بس بس ألوان، ألوان وتطريز، بس الخامة تحفة والله، الخامة جميلة جميلة جميلة، الألوان والتطريز اللون ده روعة زي ما انتوا شايفينه أهو، يا رب يكون واضح باللون. جميل، يعني كده خلصنا مقاسات الفوط بأسعارها كلها 30 جنيه، المقاس اللي قلت لي كام؟ 50 في 110 صح كده، وعندك 40 في كم؟ 40 في 70. 40 في 70 ب20 جنيه. لا حلو بجد، الأسعار جميلة. نيجي بقى للبشاكير، عشان بصراحة يعني البشكير بيتكلم عن نفسه، بصوا روعة في الألوان والتشكيل، التشكيل رائع رائع رائع، ابيض في ذهبي، عندكم الفيرزاتش نزل منه اهو، لا تعالى فريد لنا الفيرزاتش ده، انا شايفه ان هو ليه كنارين مش كنار واحد، لا جميل ده ما شاء الله،
وعندك قطع منه تاني ولا هم دول؟ ده بكام بقى البشكير ده؟ ده ب 85. 85 جنيه؟ فرز اول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، روعه. ب 85 جنيه حلو قوي، 85 جنيه و التيكت بتاعه ومقاس 90 في 150 ب 85 جنيه. نبيتي لون ابيض، لون جنزاري، اللون السيمون، اللون الموف الغامق، اللون العنابي، اللون الاوف وايت، اللون الكحلي، كل الالوان عنده، واللون الكافيه، يعني الالوان كلها بسم الله ما شاء الله عنده بالتطريزات المختلفه. يعني مش شرط تطريز واحد، يعني عنده تطريزات مختلفه في البشكير ده. بصي عندك تطريزه مختلفه، عندك الشكل ده بالتطريز رائع برضو، رائع رائع. عندك تطريزه برضو مختلفه اهي، عندك التطريزه دي اللي عامله زي الاسلامي، جميله جدا. كل دي في البشاكير، لا جايب المره دي ما شاء الله في البشاكير تطريز جميل، والخامه هتعجبكم جدا ودرجه اولى وب 85 جنيه. بصوا يا بنات، للي حابب يجي المحل هنا قدامه الدرجه الاولى ليها مكان كده مخصص بقى زي ما انتم شايفين كده، في من البشاكير اللي انا بقول عليها دلوقتي دي درجه تانية، بس بيبقى فيها ديفوز صغير، رسمه مش مظبوطه، ب 65 جنيه. ممكن بقى اشوفها؟ اتفضل. هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، بنقول مثلا يبقى فيها ديفو ولا حاجه. تمام، انا عايزه بقى اطلع الديفو، عشان ب 65 ل 85 يعني 20 جنيه فرق. مثلا الخط ده، الخط ده بس، مثلا الخط ده شايفينه، هو الخط ده بس اللي في البشكير 20 جنيه فرق عشان الخط ده. يعني لو حد عايز يجيب العروسه ما يجيبش من ده، حد عاوز يجيب لبيته ممكن ياخد من دوت عادي، يعني هو الخط ده مش هيجرى له حاجه، لكن عروسه حماتها هتعيب عليها. مايكل بيقول لها مش هيبقى في قطع ولا حاجه، اكيد مش هيبقى في قطع، يعني 20 جنيه فرق. انا بتكلم على حماتها ما تعيبش عليها، بس مش اكتر. ده اتقل من اللي انا كنت ماسكاه صح؟ اتقل واطول. ده مش 90 في كام ده؟ 90 في 2 متر؟ 90 في 180. 90 في 180؟ بصوا له ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك. يعني انت طولك 180؟ انت طولك 180؟ 190. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ربنا يبارك لك في صحتك، عشان هو ماسكه مغطي راسه، فازاي 180؟ فهو لا ما غطي راسه ما شاء الله. ده 180، دي الوانه قلت لي ب 85 جنيه. 85 جنيه. تيجي برضو وتشوفي الخامه وتشوفي الشكل واللي يناسبك خديه، او بالتيكت بتاعته كله تصدير. دي ماركه. طيب تمام، كله يجي يشوف، واهو ما شاء الله. يعني اللي عايزه تعمل فوط تيجي تاخدها، تعمل فوط منها حلوه قوي. اتفضل. لو سمحت كنت عايز اقول حاجه، انا بقابل انتقاد كبير جدا من الناس يقول لي المنتجات اللي غليت عندك وهي اصلا مخزون عندك ده رزقك، قال لي انت معاه. انا ضد الكلام ده خالص. انا بقول اللي غلي عندي ده رزق الناس اللي معايا، انا ببيع الحاجات دي بالسعر القديم. يعني هو بيبيع بالسعر القديم، في ناس بتقول له ان في حاجات عندك قديمه ما تبيعها بالسعر الجديد، فهو بيقول لهم لا انا ببيعها بالسعر القديم. مثلا زي اللي جنبه ده ب 210، ما زالت ب 210 زي ما هي. انما الشغل اللي احنا شايفينه ده جديد نهائي، يعني عن اللي احنا شفناه قبل كده. كل اللي احنا صورناه قبل كده في الفيديو خلص، جاب جديد وجاب شغل بقى عالي من الملايات، مع اننا شغالين في الملايات، بس الشغل ده عالي بصراحه. متطرز، معلش يا مايكل افتحها. بصوا الشغل متطرز، تطريز اهو، ده تطريز جامد، الرسمه اهي وكله تطريز. نفتح لون تاني، بصوا التطريزه، يعني هي اهي كله متطرز، الرسمه زي ما انتم شايفينها، وادي التطريز بتاعها. دي بقى تعمل كام؟ في منها كذا لون صح؟ في منها لون. ده جميل، ده جميل قوي قوي. بصوا هو بيقول لي قطن 100%، هو باين فعلا انها الخامه بتاعتها قطن. بكام بقى يا مايكل؟ 250 جنيه بس. 250 جنيه. بصوا انا عجبني التطريزه دي جدا مع الوانها طبعا، لان الالوان بتاعتها مختلفه، كل مدى كل ما بفتح كل ما يبقى فيه لون مختلف عن التاني، وعجباني جدي جدا جدا جدا. تحفه، شكلها جميل. ده كده وهي في الصندوق، بصوا كده الرسمه بتاعتها اهي، ما شاء الله. يعني الوانها برضو هحاول اوريكم كام لون. بصوا بتبقى لونين مع بعض اهي، اللونين بيبقوا مع بعض. يعني لون مثلا المخدات بيبقى مختلف عن الملايه،
بس ده التطريز بتاعها، التطريز بتاعها جميل رائع تقيل. بصوا ليموني، تهيالي في ناس بتحب الطرقعة دي، ده كده مطرقع من الآخر. ده قطن 100% وب250 جنيه. وريتكم 3 ألوان منه اهو، هوريكم أشكال تانية. بصوا برضو التطريز ده معانا ب250، دي الرسمة بتاعته وده الشكل بتاعه. يبقى أنا كده خلصت الكبير، هبتدي أوريكم الأشكال بتاعة الأطفال. بصوا دول ب275، 6 قطع. دي كده أطفال، دي الرسمة بتاعتها ودي الرسمة بتاعتها. أنا عايزة أشوف الرسمة اللي على الصندوق لو محطوطة. اه الرسمة اللي على الصندوق أهي، ما شاء الله جميلة قوي زي ما انتوا شايفين، هي بتبقى على الخداديات وعلى السرير نفسه. دي الوانها، ده متطرز كده اهو زي ما انتوا شايفينه، برضو تطريز، وفي توم وجيلي وفي نفس اللون ده. ده هما الثلاثه المتطرزين عنده، 6 قطع ب275. نيجي بقى نشوف للساده اللي هو الفلات، يعني ما فيهوش قصه ولا كرانيش ولا اي حاجه خالص، زي ما انتوا شايفين كده الفلات بقى بكام؟ ب6 قطع. ب175. ب175 الكبير. طب الاطفال في علبه برضو، الاطفال في علبه يعمل كام؟ 175، 6 قطع برضه ب175، الست قطع الاطفال. دي الوان كتيره ولا لون واحد؟ علبه المجد. بصوا يا بنات دي جميله قوي، دي اطفال اهي على الحقيقه، اهي تحفه. دي ب175. بصوا ده عليها بوه، نفس الرسمه اهي زي ما انتم شايفينها، بو ميكي اهي. دي جميله برضو، هي الرسمه بتاعتها بس هي مش واضحه في العلبه، بس هي نفس الدرجه بتاعه الرسمه بالظبط. يعني البشكير ده ب65، الناس اللي بتحب البشاكير البيضة متر في مترين، متر في مترين، الناس اللي بتحب البشاكير البيضة ما شاء الله متر في مترين. بصوا شكله وبرضو بالنسبه للناس اللي بتحج ممكن ياخدوه، جميل قوي اهو، جميل. بشكير للاحرام ماشي، تاخديه تستعمليه استعمال شخصي في البيت برضو تمام، لونه ابيض ومتر في مترين وعامل 65 جنيه. ممكن في ناس بيحبوا يفرشوا على سرير الفوط او على دواسات على الكنب، في كل حاجه بتقولش لا. دي عرضها 180 في الطول، 2 متر كام؟ 2 متر 40. دي عامله كام؟ 160 جنيه بس. ب160 جنيه. بصوا الغرزة زي ما انتم شايفينها ضيقة جدا، يعني بسم الله ما شاء الله، وهي قطن اصلا يعني ما شاء الله جميلة قوي. بصوا الوانها بقى بامبا، اللون البطيخ اللي هو ماسكه، اللون الفوشيا، اللون اللبني، الناس اللي بيحبوا لبني، اللون النبيتي، احنا قلنا بامبا ولبني وفوشيا وبطيخي ونبيتي ما شاء الله. الفوشيا اهو بكمية، يعني هي واحدة مزنوقة مع اخواتها. الكوفرتات دي اطفال، انا ذات نفسي خدت منها بس جاله حاجه اخف شويه من مصنع تاني، ففي فرق في السعر ما بين الخفيف اللي جه جديد وما بين اللي انتوا خدتوها مني واللي انا واخده منها معاكو. انا خدت من دي تحفه بصراحه. دي عامله كام يا مايكل عشان نسيت؟ دي يعني بقت ب200 الكيس، الكيس بقى ب200 الكوفرتتين. الخفيف بقى اللي انت بتقول نزل، هو مش خفيف قوي، اخف منه شويه، ماشي اخف منه شويه بس المصنع يختلف. يعني بصوا مفروشات الشيماء يعني مصنع يختلف شويه تمام. عامله كام بقى الكيس ده؟ الكيس ده عامل عليه عرض ب125، الاثنين مع بعض ب125، عامل عليه عرض ب125 الاثنين مع بعض. قدامك اهي الخامه دي وقدامك الخامه دي، لما تيجي تاخديهم افرشي وشوفي وامسكي الخامه وانت تعرفي الفرق. يعني دي كده عامله 125 الاثنين مع بعض، والثانيه عامله 200 جنيه الاثنين مع بعض تمام. عندك كده وعندك كده، واللي يناسبك تاخديه. حلوه برضو ماشي الحال، يعني في ناس بتاخد كده وفي ناس بتاخد كده وماشي الحال يعني. لا هي حلوه، هي حلوه بس هي اقل وزنا، يعني انا فهمت هو اقل وزنا بس مش اكتر من كده. نقفل الفيديو على كده، ومستنيه منكم دعوه حلوه مش اكتر من كده بجد بجد، مستنيه منكم دعوه حلوه بجد. البشاكير اللي ورايا دي ملهاش حل، لا في تطريز ولا في خامه، كله المرة دي درجة أولى بجد. لو جيتوا غيرها هتنبهروا بالخامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.